بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليمة. سؤال تكرر كثيرا بالنسبة لأبنائنا في الخارج، هل يجوز لي مثلا أن أحصل على الجنسية وأقدم طلبا للحصول عليها أم لا؟ هذا تكرر كثيرا. اسمحوا لي بإذن الله تبارك أن أتناول هذا الموضوع بشمولية. النقطة الأولى، ماذا يقول الشرع في الهجرة إلى تلك البلدان الأوروبية غير المسلمة والاستقرار بها والحصول على ما يسمى بأوراق، أوراق كتسمى الإقامة، أوراق الإقامة. سبحان الله، لا يستطيع أحد أن يوقف الهجرة من أرض إلى أرض، هذه إن شاء الله من سنن الله تعالى في الكون. لا يمكن للإنسان أن يقف أو أن يوقف أو أن يتهم أو أن يعارض أو يعاند، هذه مسألة إن شاء الله تبارك وتعالى ضرورية. الهجرات مسألة ضرورية. انظر إلى الطيور تهاجر من مكان إلى مكان، تغير الأجواء، تطلب رزقها. إذن فقضية الهجرة مسألة بإذن الله سنة كونية. بالنسبة لهجرة المسلمين الآن إلى البلاد الغير إسلامية، اقتضتها أولاً عالمية الإسلام، فلما أراد الله لهذه الإسلام أن يكون عالمياً وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأراد ربك أن يقيم الحجة على أولئك، جعل إن شاء الله من الأسباب أن يهاجر هنالك المسلمون لتلك الأرض لكي يحتكوا بهم، لأن لا يكون لهم على الله حجة بعد أن سمعوا عن الإسلام وعاشوا مع المسلمين ورأوا بإذن الله تبارك وسلوك المسلمين واحتكوا بهم. هذه الأولى. ثانيا، الناس يهجرون ليس فقط إن شاء الله تبارك وتعالى من أجل الدعوة وعالمية الإسلام، هنالك الكثير من الظلم في بلاد المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: خرجوا إلى أرض فيها ملك لا يظلم عنده أحد. إذن فالسبب هنا كان الظلم الذي يتلقونه في بلادهم، وكانوا ممنوعون من أن يظهروا عباداتهم إن شاء الله تبارك وتعالى ودعوتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بما أنكم مظلومون هجروا إلى تلك الأرض، لمشي المسلمين نتاع النصارى، ولكن فيهم نظام يحكمه ملك يحكم بالعدل ولا يظلم عنده أحد. إذن مش حال كانت تعظم في بلاد المسلمين؟ مش حال واحد اللي راك يهجر مسكين فرارا بدينه، فرارا زين ببدنه، فرارا بنفسه، خوفا على ماله، خوفا على... إذن هذه مسألة مضطرة، ما عندك ما تدير، ما عندك ما تدير. ثالثا، هنالك من يخرج بإذن الله ليس للدعوة ولا فرارا من الظلم الذي يعيشه ويطار جسده وماله وأهله ونفسه، ولكن يريد أن يحقق الكرامة الإنسانية، وكرامة الإنسان لا تتحقق إلا بتوفير الضروريات، وهي واسمه حرية الدين وحرمة النفس البشرية وصيانة العقل وصيانة العرض وحفظ المال. الإنسان هنا لا كرامة له في تلك الأرض، ما عندهش كرامة، ليس له رزق، فيضرب في الأرض من أجل أن يحقق كرامته. فهي إذن هجرة مباحة حتى بإذن الله يراغم تلك الأرض التي منعته من تحقيق كرامته. فالذهاب إلى أرض لتحقيق كرامة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، فيه مراغمة لتلك الأرض التي حاول أهلها أن يمنعوه من تحقيق كرامته. إذن هذا كل شيء كان إن شاء الله تبارك وتعالى. هنالك هجرة أخرى لطلب العلم. إذن فأي مسلم يسلك طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، خاصة تلك العلوم التي تحتاجها الأمة، وليست هنالك المعاهد التي تدرس تلك العلوم. فيصبح من الفرائض الكفائية أن توفر الأمة من العلماء في ذلك التخصص حتى تكتفي الأمة، وبما أن هذه الدولة لم توفر ذلك فهي ترسل هؤلاء إلى تلك الأرض. هذا من الهجرة المطلوبة. يبقى فقط أن هذه الهجرة إنما تكون إن شاء الله تبارك وتعالى للاضطرار أو لتحقيق الكرامة أو لطلب العلم أو لطلب الرزق أو للسياحة، أو ينبغي أن تكون إن شاء الله مضبوطة بضابطين.
الضابط الأول أنها إن شاء الله إذا ذهبت إلى هناك إلى تلك الأرض تتمتع بحرية العبادة التي حرمت منها في تلك الأرض، وحرية الدعوة بإذن الله تبارك وتعالى، أي لا تساوم في دينك ولا تساوم أبدا في دين أبنائك. دائما كان يقول لهم شوفوا هذه الهجرة المهم تجوز وسنة كونية، فقط تكون بهذا الضابط أن تحافظ أنت على دينك، ما تمشيش لواحد الأرض التي لا تستطيع في أن تعبد ربك، وأن تحافظ على دين أولادك، فلا تذهب إلى أرض يسحب منك أولادك وربونه على يد وعلى غير الإسلام. هذا هو الضابط الكبير. والضابط الثالث هو إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون بإذن الله هناك سفيرا للإسلام من خلال سلوكك، من خلال حالك، من خلال معاملاتك، فالدين المعاملة. فلعل الله تعالى لحسن تعامل المسلمين وإبداء صورة طيبة للمسلمين هنالك يدخل الناس في دين الله أفواجا، ويمحو تلك الصورة المنفرة التي أشاعها الإعلام الغربي حول المسلمين. ولذلك نريد من المسلمين هنالك أن يجسدوا الإسلام في واقعهم، لأن كثير من المسلمين ينفرون أولئك من الدين لأنهم لا يوفون بالعهود، لأنهم يسرقون، لأنهم عياذا بالله ذهبوا هنالك واتبعوا الدنيا وتركوا أمر الله تعالى. وسمعت سيدي، المشكل مش في الهجرة، المشكل في المهاجر كيف يكون إذا كان مسلم وبحفظ على دينه. ونعم سيدي يتعاون مع المسلمين من أجل تربية الأبناء على الإسلام، وليس هنالك ما يفرض عليهم للتخلي عن تربية أولادهم ويعطوا صورة طيبة للمسلمين هنالك، فهذه دعوة وأصحابها يؤجرون أجرا عظيما. ولئن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. لا أخفيكم أن هنالك الآلاف من أبناء ذلك البلد الذين دخلوا إلى الإسلام وهم يخاطبون أولئك بلسانهم. إذن هذه النقطة الأولى، الهجرة كاينة بالضوابط لي. ثانيا، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام أنا بريء ممن يقيم بين ظهران المشركين لا تطرأ نارهم؟ لأن هذا يعتمده كثير من العلماء ويتحدثون عن منع الهجرة وهم لا يستطيعون منعها، لأنها قلت سنة كونية لا يستطيع أحد أن يقف في وجهها، لأن البشر لا بد أن يختلطوا وأن يتعاونوا وأن يلتقوا وتتلاقى الحضارات، لابد. إذا إن شاء الله ما معنى الحديث؟ الحديث له سياق ينبغي أن يرتبط بسياقه. فالله حينما أمر النبي أن يهاجر جعل الهجرة واجبة على النبي وعلى أصحابه، فالنبي لما هاجر وهاجر أصحابه بقي هنالك بعض المسلمين ممن لم يريدوا أن يهاجروا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء من كل أولئك الذين لا زالوا يقيمون بين المشركين، وقد نهاهم الله عن الإقامة هناك في هذا الظرف خاصة، وأنهم في مكة لا يستطيعون إظهار دينهم، فأنا بريء منهم إذا مورس عليهم السلطة حتى لا يعبدوا الله أنا بريء منهم، وأنا بريء منهم إذا اعتدي على أموالهم أنا لا أؤدي الأموال، وأنا بريء منهم إذا سفكت دماؤهم أنا لا أؤدي هذه النفوس التي أزهقت، لأنني أنذرتهم وقلت لهم وجب عليكم أن تهاجروا. هؤلاء سماهم الله المستضعفين في الأرض، قالهم رب سبحانه عز وجل، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فأولئك مأواهم جهنم والعياذ بالله. إذن هذا علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء. إذن القضية قضية حينما صارت الهجرة مفروضة من مكة التي لم يعد المسلمون قادرين على تأدية عبادتهم وأنهم سيفتنون في دينهم إذا بقوا هنالك، ووجب عليهم أن يخرجوا من تلك الأرض إلى المدينة حتى يقوموا بعبادتهم بكل حرية. هذه النقطة الثانية. الثالثة الجنسية. الجنسية الآن هذو مشوا هجروا وعندهم أوراق الإقامة، عندهم نفس الحقوق والواجبات. الآن الجنسية، هل يجوز لهم أن يتجنسوا بجنس تلك البلاد؟ استمعوا إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. وأعطيكم القواعد التي تحكم هذا الموضوع. القاعدة الأولى، الانتماء الديني لا يعارض الانتماء الوطني. ما معنى الانتماء الديني لا يعارض؟ هذا تغيير في الجنسية ماشي في الدين. نقوله مغربي مسلم، نقوله عربي مسلم، نقوله فرنساوي مسلم، نقوله أمريكي مسلم،
إذن لا يتعارض بين الانتماء الديني والانتماء الوطني. هذا ادى الجنسية، هو عايش تما وعنده الأوراق نتاع الإقامة، إذن كي تسمى فرنسي مسلم، هذا هو الشيء اللي كان، فرنسي مسلم، عربي مسلم. إذن هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، اسمعوا القاعدة الثانية، كل ما لا مضرة فيه ويحقق مصلحة شرعية فهو مباح. الحاجة اللي ما فيهاش ضرر وتحقق مصلحة شرعية فهو مباح. إذا الحاجة اللي ما فيهاش مضرة بحال هذه الجنسية، إذا لم تكن فيها مضرة أو درك تما وعندك لك الكواغط كيف كيف، كل ما لا مضرة فيه ويحقق المصلحة الشرعية فهو مباح. أي مصلحة شرعية. القاعدة الثالثة، أخذ الجنسية عند الأصوليين من أمور العادات ولا علاقة لها بالعبادات، فهو إذن هو ليس من الدين ولكنه من العادات. هي من العادات، هذه ماشي دين. هذه هالقضية نتاع تغير جنسية، واش نتاع عندك الكواغط تما نتاع الإقامة وأردت أن تحصل إن شاء الله عندك الحق باش تحصل على الجنسية، هذه مسألة ماشي دينية. إن راك عايش معاهم وعندك ولادك تما معاهم، هي من العادات كما يقول الأصوليون. القاعدة الرابعة، الإسلام والمسلمون، شوف المسلمون يعرفون عن طريق دينهم أنهم إذا عاشوا في بلد وكانوا دايرين ما يسمى أوراق الإقامة أو لك تقدم الجنسية، يعرفوا بين لا وجب عليهم أن يفوا بالوعود والعهود إلا ما كان زيد عهدا يحل حراما أو يحرم حلالا فلا يفعله المسلم. ولذلك قالت عليه أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقد ديال الجنسية ولا العقد نتاع الكارت نتاع الإقامة، راك إن شاء الله تعالى ملزم أنت في تلك الأرض التي استأمنتك وأدخلتك إلى بلدها، إن شاء الله يتشترط عليك أن تكون وفيا بالعهود والوعود، إلا الوعد اللي كيحل الحرام أو اللي حرم الحلال هذاك لا، لأنك أنت مسلم. إذن هذا هو المسألة. إذن هذه القواعد إن شاء الله تبارك الأربعة هي التي تحكم بإذن الله تبارك وتعالى ما يسمى بأخذ الجنسية بعد أن كنت قد أخذت ما يسمى بأوراق الإقامة. المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى الرابعة، الرابعة، زيد أخويا، زيد أخويا، أن هنالك أولادا ولدوا هناك من المسلمين مع آبائهم فهم يأخذون الجنسية تزيد زيد مباشرة. واش يقولوا للولاد اللي زادوا فما من ولاد المسلمين اللي مشاو يخدموا تما وعطات لهم يعني ذيك الدولة الجنسية لكونهم ولدوا هنالك كما ينص القانون، غادي يقولوا تخلوا انتوا ذوك الوليد تخلوا على الجنسية ديالكم؟ ما يمكنش، هذه ما يمكنش. ثانيا، كاين شي الناس اللي كانوا في ذيك البلاد ماشي مسلمين واسلموا، بول وجورج وجورجينا وميشلان، هذو كانوا تما مسيحيين ولكن اسلموا باحتكاك مع المسلمين، غادي يقولوا كي سلمتوا تخلوا على ذيك الارض؟ تخلوا على الجنسيه؟ هذا اللي يقوله عاقل، عاقل. والثالثين هاجروا زيد فطلبوا الجنسيه، فاعطيت لهم الجنسيه لان القانون ينص على ان الانسان اذا توفرت به بعض الشروط اعطي الجنسيه. مين تعطي الجنسيه؟ غادي يقولوا تخلى على الجنسيه ديالك؟ لا، راني كنشوف المسلمين تما تبارك الله عندهم الجنسيه ديال ديك البلاد وهم من اكثر الناس خدمه للدين وخدمه للاسلام، واستعملوا الجنسيه هنالك كوسيله من اجل ان تيسر لهم الامور في خدمه بلدهم وخدمه دينهم وخدمه كل مسلم، لان الاسلام دين عالمي ويامرك بان تكون ان شاء الله نافعا لبلدك نافعا لكل البشريه باذن الله، لان الاسلام هو دين البشريه اجمعين. وهنالك الرابع، شكون هما؟ كاين شي ناس مشاو فما مضطرين، داروا اللجوء السياسي، كانوا مضطهدين في بلادهم وداوا الجنسيه، فانجاهم الله تعالى من الظلم الذي كان ينالهم في بلادهم. قاعد يقولوا تخلوا على الجنسيه، بيتخلوا على الجنسيه فين يمشيو مسكين؟ فين يمشيو؟ هما بذاتهم ديك الدول يطالبون بتسليمهم اليهم لكي يعتقلوا ولكي ينكل بهم، فيجدون دولة من تلك الدول تعطيهم الجنسية وتعطيهم اللجوء السياسي وتعطيهم إن شاء الله تبارك وتعالى الإعانة لتوفر لهم المعيشة. أسيدي وهذا تقول له تخلي الجنسية نتاعك بحال رد لونطاحر،
لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنالك من أبنائنا من ذهبوا للدراسة فلما كانوا متفوقين أعطيت لهم الجنسية مباشرة حتى يكونوا في خدمة تلك البلدان وحتى لا يعودوا إلى بلدانهم، وأعطيت لهم الكثير من الامتيازات. وش هذي نقول متخلوا على الجنسية؟ هذا إن شاء الله ما طلبوها ما ولوا لأنهم كانوا مجتهدين وسلمت لهم الجنسية وأصبحوا مدمجين في لا 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 في الاقتصاد ويخدمون ذلك البلد. مش غادي تقول لهم هذا تخلوا على الجنسيه ديالكم منين يجوا هنا واش بغادي يديروا؟ ها ما جاوا هنا الناس اللي عندهم الشواهد اش يديروا؟ يبقاو يدوروا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهنالك ايضا من هاجروا للعمل لتحقيق الكرامه لانهم لم يجدوا عاملا هنا، ثم لما طال بهم المقام واصبح القانون يسمح لهم بالحصول على الجنسيه فقد حصلوا على الجنسيه. ايوا واش نقول تخلوا على الجنسيه ديالكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهنالك من خرج فقط لتلك الارض لتحسين وضعيته الماديه وهذا امر مباح وحصل على الجنسيه، نقولوا تخلوا على الجنسيه ديالك؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذا هنالك من هاجر الى تلك الارض زيد اما لتحقيق مصلحه دنيويه او دينيه او دفع مضره في دينها او دنياه واعطيت له باذن الله الجنسيه دون ان تكون تلك الجنسيه مساله تدفعك الى فعل الحرام او تحليل الحرام او تحريم الحلال، راه عندك ان شاء الله تعالى الجنسيه. إذن علاش؟ ولذلك نقول ونخلص بإذن الله تعالى للقول في النقطة الخامسة، إذا لا دليل لمن يقول بحرمة الحصول على جنسية لا كتابا ولا سنة ولا إجماعا. الله أكبر. اكو تقرر واحد عدد نتاع الناس كيقول لكم حرام وفيها الموالات وفيها كذا يا كسيدي، لكن بعد التحقيق باذن الله نخلص انه لا دليل، معنى لا دليل قوي يثبت لمعارضه باذن الله تبارك وتعالى هذه القواعد الاصوليه المعتمده في الحكم على قضيه الحصول على الجنسيه. اذا لا دليل لحرمة الحصول على الجنسية لا كتابا ولا سنة ولا إجماعا. وكيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة. ولذلك بإذن الله تعالى نخلص للقول. اسمعوا مزيان الخلاصة. من تجنس بجنسية بلد يريد إن شاء الله أن يستعملها للدعوة إلى الله ولتيسير أمر الدعوة فهذه مصلحة دينية عظيمة فاعلها يؤجر على ذلك إذا كانت الجنسية تساعده على أن يكون داعية مقبولا هناك. سمعت يا سيدي؟ لا لا. الثانية، إذا أخذ الإنسان الجنسية لتحسين شروط عيشه ولتحقيق كرامته أو كان مضطرا فر بدينه إلى تلك الأرض كل ذلك جائز. كل ذلك جائز. شكون هو اللي ما جائز؟ عقل معي. المسألة الوحيدة التي لا يجوز فيها أن يتجنس المسلم بجنسية تلك الأرض، عقل، من تجنس افتتانا بهم وبدينهم واتباعا لطريقتهم زيد وافتتانا بهم زيد واتباع كما قال واتباعهم شبرا بشبر ذراعا بذراع في لغتهم في دينهم في عقائدهم في عيشهم في عاداتهم في أعيادهم، هذا هو المحظور. واخا راهم هنا ولا لهي كاين اللي راهم هنا 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 ما عندهمش الجنسية ويفنون حبا في أولئك، هذو يحشرون معهم. من تشبه بقوم وافتتن بهم حشر معهم،
هلا وا لان ماشي ده الجنسيه كوسيله باش يخدم دين ولا دنيا، هو يدور على الجنسيه باش يذوب في وسطهم، باش يولي يمدحهم، باش يولي يخدم المشروع نتاعهم. قال عليه الصلاه والسلام: لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. اليهود والنصارى قالوا، قال ومن فالجنسيه ليست حراما لذاتها، ولكن لانها ادت لانسلاخه من دينه. الجنسيه ليست حراما لذاتها، ولكنها حرام اذا ادت الى الذوبان في ذلك الانسان الغير مسلم واتباعه في دينه والتاثر به واقتفاء اثره ومحبته ونصرته وولائه وعدائه للمسلمين. سمعت يا سيدي؟ سمعتوا السادسه. كان واحد الشبهه قال لك اسوي الشبهه الساعه عبد الله، اش هما؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الانسان مشى ياك لذيك البلاد ودى الجنسيه، قال لك يا ودي راه مشى دى الجنسيه وطلبوا منه، واسمو طلبوا منه باش يتخلى على دينه ويتخلى على تربيه ولاده يا كازين. ايوا واسمو غادي يدير هنا؟ يقبل ولا ما يقبلش؟ لا بارك الله في جنسية يصبح من الشروط للحصول عليها أن تتخلى عن دينك وأن تتخلى عن تربية أبنائك وأن تتخلى عن إسلامك. هنا وجب عليك أن تهجر تلك الأرض، ماشي غير الجنسية، تهجرها، لأن لم تعد قادرا على إظهار عبادتك والدعوة فيها. لأن قلت لكم في الأول من الشروط حرية العبادة والدعوة. سمعت أزيد؟ يقول لك أنت تخلي على الدين ديالك. إلا بغيت نعطيوك مسألة القضية ديال الجنسية، هنا لا، هنا لا، لا لا كرامة، ما يمكنش. دينك دينك، ملتك ملتك، دينك هو لحمك وقلبك وإيمانك ووجودك. هنا لا. أما الناس اللي عندهم فما جنسية نعرفهم بزاف وخدامين الدين ديالهم ولم يطلب منهم ذلك، الحمد لله. صح، إلا كان الإنسان يدي الجنسية باش يتخلى على دينه أو لا يساوم في دينه مقابل الجنسية، فلقيت أخويا لا يتربح على لها جنسية. دينك هو الأول، واخا تجي هنا تاكل التراب والحجر. سمعت أسيدي؟ الشبهة الثانية، الشبهة الثانية اسمها، قال لك أسيدي منين تكون عندك الجنسية غتكون عندك نفس الحقوق ونفس الواجبات. ومن الواجبات أنه لو طلب منك في حالة ما إذا وقع مواجهة عسكرية بين ذلك البلد الذي تعيش فيه وديت الجنسية ديالو مع البلد المسلم، وقال لك خصك تقاتل معهم ضد المسلمين، هذه هي، هذه لكل حادث حديث، هذه لكل حادث حديث، مازال ما كاين والو. لماذا تستبقون المسائل؟ لماذا تستبقون المسائل؟ حنا كنتكلموا على هذا الواقع نتاع الجنسيه الان. اذا كاين زوج شبهات، الشبهه الاولى الا قالوا لك نعم اسيدي بغيت نعطيك الجنسيه خصك تخلى على دينك، هذه لا. الثانيه، الا كنت مشيت انت درت الجنسيه باش تتبعهم وفناء فيهم وموالاة لهم واتباعهم، هذه والعياذ بالله مشى الانسان، مشى له الدين، مشى له الايمان، مشى له الاسلام هو بذاته. وأما الشبهة الثالثة وهي حينما يطلب من الإنسان في حالة ما إذا وقع بين البلد الذي أخذ جنسيته وبلاد المسلمين للانخراط في المواجهة العسكرية كجندي مثلا يخدم في إطار قوات ذلك البلد لمقاتل، هذا حديث آخر، هذا ليس وقته الآن. هذا إن شاء الله تبارك وتعالى هنالك 100,000 حل بالنسبة لهذا. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.